احوالكم؟ دير سي عماد بخير، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سي موسيف، امور هانيه. لا وسيدي مرحبا بينا عندكم في منطقه. مرحبا والف مرحبا خويا موسيف. مرحبا بخير، امور هانيه، كلشي مزيان، بارك الله فيك، انتم مزيانين. لينا الشرف باش جينا لعندكم هنايا لثاني مره. الله يحفظك. مرحبا مرحبا، وما تكونش اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. هاد الاشجار هادي راه دوزنا لها العمليه ديال التكوين الاولى، يعني قبل واحد دابا راه عامين هادياك. عامين. عامين، وجينا دابا باش نكملوا لها العمليه ديال التكوين. هي ان شاء الله بحول الله تم عليها واحد ثلاثه المراحل، ثلاثه الخدمات، عاد كيتم التكوين ديالها بصفه نهائيه، ديك الساعه كيبقى تقريبا العادي. على بركه. يا بسم الله. كاينه الحمد لله. الله يعطيك الصحه سي موسف. التتميم ديال العمليه شويه نهزهم الارض. وهنا في الوسط ديالها غير التهويه صافي، التخفيف. اييه، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير نقية. المهو ديال الله. وهي صراحة راه إلا كانوا قراب الأرض راه كيجمعوا غير الحشرات وسميتو، راه اللهم يكون بعيدة شوية. كاينة. المهم من 50 حتى 60 سنتيم طلعوا على الأرض. هذا هو الماكسيم. على بركة الله. إيه بسم الله. الله يعطيك الصحة. عيدنا بزاف وبانت راه تخدمت. تخدمت تخفت. الله يعطيك الصحة. النتيجة ديال التكوين المبكر، التكوين المبكر كيعطي نتيجة زوينة صراحة. وهذه تحية لجميع المشاهدين فيما كانوا في المغرب وخارج المغرب. تحية للناس كاع اللي كيشاهدونا كما كانوا هم رجالا ونساء. وتبارك الله على الجميع. إلى فيديو آخر إن شاء الله. الله يبارك فيك. سلام.